مهمة اللي قادت المجموعة مع هذا الانطلاق المتميز، مهمة بشعار علي بن سالم بن حمد الاكتبي. ولكن من الجانب الآخر التقدم لمشكورة، يأتي أيضا حمد بن سعيد بن مطوع الاكتبي بهذا التقدم الواضح اللي بدأت تتسلل إلى مقدمة هذا الشوط، ومع المركز الثالث. المركز الثالث دمعة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، نتابع المركز الرابع، نتابع التقدم بهذا الانطلاق والتنافس الواضح أيضا والصراع على مستوى المركز الرابع. ولكن شعار بن حلوة من عمق الميدان أيضا يتقدم بهذا الاسم بهذا الانطلاق مع مراسيل أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة الاكتبي. نتابع المركز الخامس، نتابع القدوم مع براقة لسعيد بن محمد بن سالم الوهيبي القادمة أيضا من السلطنة بهذا الانطلاق المتميز. ومع المركز السادس من الجانب الآخر يأتي أيضا شعار مايد بن محمد بن قدور اليماحي يتسلل مع جبارة بهذا الأداء الجميل. ومع المركز السابع، المركز السابع نظرة سالم بن سعيد بن حضير من الكتبي يتقدم أيضا هذا الشعار على مستوى المركز السابع، ثامن الانطلاقات، ثامن التحديات. وأرى التسلل لصيت اللي بدأت تتسلل مع المركز الثامن سالم بن علي بن بخيت المسافري يتابع صيت مع المركز الثامن، تاسع الانطلاقات، تاسع التحديات الشايبة لعتيج بن سيب بن عبيد بن كديدة من يقدم هذا الاسم. مع المركز التاسع وعاشر الانطلاقات من الجانب الآخر دبي لسالم بن رخيت بن ديول الدرمكي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة في هذا الشوط. ولكن أرى هناك أيضا، أرى هناك أيضا أسامي وشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، نترقبها في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية. ولكن لنا عودة مع الصدارة مع المقدمة وأرهني اللي قادت المجموعة. نتابع مشكورة، نتابع مشكورة اللي بدأت تتسلل وتنطلق بمقدمة هذا الشوط. حمد بن سعيد بن مطوع الاكتبي من يقدم، من يقدم مشكورة بهذا الأداء المتميز. انذار مع المركز الثاني لحمد بن سالم المدهوشي متابعا لهذا الانطلاق، تتسلل بدورها مع المركز الثاني. ثالث المراكز دبي والشعار سالم بن بخيت بن ديول الدرمكي يتقدم ايضا بتحديات دبي مع المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع من الجانب الاخر، من الجانب الاخر التقدم والتسلل لجبارة لمايد بن محمد بن محمد بن قدور اليماحي. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الخامس، وأرى التقدم، أرى التسلل، نتابع التحديات لدمعة لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي. من يقدم، من يقدم دمعة مع المركز الخامس ومع المركز السادس. نتابع نظرة لسيب بن سالم بن سعيد بن حضيرم الاكتبي يقدم نظرة، يقدم نظرة مع هذا الانطلاق المتميز. ومع المركز السابع، المركز السابع يأتي أيضا شعار علي بن سالم بن حمد بن سرية من الكتبي بانطلاقة مهمة مع المركز السابع، ثامن الانطلاقات. من الجانب الآخر صيت سالم بن علي بن بخيت المسافري يتابع صيت مع المركز الثامن، وتاسع المراسيل لأحمد بن سعيد بن علي بن حلوة الكتبي مقدما لتحديات مراسيل مع المركز التاسع. بينما انطلقنا مع المركز العاشر بأرى القدوم في هذه اللحظات والشعار بن كديدة ياتي مع المركز العاشر مع تقدم الشايبة عتيج بن سيب بن عبيدة بن كديدة من ياتي ايضا بهذا التقدم الباين على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة والمسيرة تسير في هذا الشوط ومع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المتميز. شوط الختام في هذه الانطلاقات الصباحية
الجميلة والرائعة في هذه الأجواء الممتعة، في هذه الأجواء المتميزة، في هذه الأجواء الرياضية. ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية، واللي قادت المجموعة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط. انذار 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 على الصدارة، انذار مبكر يقدم أيضا مالك حمد بن سالم بن محمد المدهوشي. من يتابع انذار بهذا التقدم، بهذا الانطلاق المثير ولكن مشكورة. مع المركز الثاني حمد بن سعيد بن مطوع الاكتبي، المركز الثالث يتقدم أيضا شعار الرميثي بتحديات دمعة سعيد بن مطر بن محمد الرميثي. ومع المركز الرابع، رابع الانطلاقات، رابع التحديات، صيت سالم بن علي بن بخيت المسافري تبحث عن صيتي وناموسي هذا الشوط. ولكن شعار أيضا بن حلوة القادم بتحديات مراسيل على مستوى المركز الخامس. المركز الخامس ياتي ايضا شعار احمد بن سعيد بن حلي بن حلوه الاكتبي. ولكن القدوم من تحذير راشد بن حمد بن وقاش العامري، راشد بن عبد الله بن وقاش العامري. من يقدم تحذير بهذا التقدم الباين والملحوظ، تتسلل مع المراكز المتقدمة. نتابع المركز السابع، نتابع الاسم القادم بهذه اللحظات مع هذا التقدم الباين والملحوظ، والأسامي اللي بدت تتسلل، اللي بدت تنطلق القدوم والتسلل. نتابع ضجة لسيف بن سالم بن خلفاء بن بينونة الاكتبي، يقدم ضجة بأول ندى تتسلل مع المراكز المتقدمة. ولكن القدوم والتحديات مع الشاهينية لعبد الله بن محمد بن علي بن عمير الراشدي. من يقدم الشاهينية اللي بدأت تتسلل مع المركز السادس. سابعا من الجانب الآخر مشكورة حمد بن سعيد بن مطوع الاكتبي. المركز الثامن ياتي ايضا شعار سالم بن علي بن بخيت المسافري على ظهر صيت، ونظرة قادمة مع المركز الثامن يتقدم سيف سالم بن سعيد بن حضير من اكتبي. تاسع المراكز من الجانب الاخر تاتي روز لعبد العزيز بن سيف بن غرير الاكتبي. ومع المركز العاشر القدوم في هذه اللحظات الشاهرة أحمد بن محمد بن مبارك بالعور الأخيلي، يقدم الشاهرة اللي بدت تتسلل بهذا الانطلاق الباين والملحوظ. تبحث عن الشهرة، تبحث عن الانتصار، تبحث عن ناموس هذا الشوط. وسألت عن موقعنا، فرح بدينا نقترب من لوحة 2 كيلومترات. بوابة المدرج غادرنا لوحة 2 كيلومترات، والصدارة والمقدم. وأرهني اللي قادت المجموعة اللي انطلقت بناموسي هذا الشوط. نتابع تحذير راشد بن عبد الله بن حمد بن وقاش العامري. من يقدم تحذير بناموسي هذا الشوط. ولكن شعار بالعور قادم مع تحديات الشاهرة. أحمد بن محمد بن بارك بالعور الأخيلي يقدم الشاهرة مع المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية لعبد الله بن محمد بن عمير الراشدي. ورابعا من الجانب الآخر انذار حمد بن سالم بن محمد المدهوشي، يقدم انذار مع المركز الرابع. خامس الانطلاقات مراسيل احمد بن سعيد بن علي بن حلوه الاكتبي. ولكن اللي وصلت المدينه تتسلل مع المركز الخامس. شعار خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي. من يتابع المدينه مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات من الجانب الاخر
الآخر من الجانب الآخر شعار الرميثي دمعه يتابعها سعيد بن مطر بن محمد الرميثي مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع المتميز والغزيل مع المركز الثامن سلطان بن زايد بن عبد الله المزروعي يقدم الغزيل مع هذا الانطلاق المثير والموقف خطير على المقدمة والتغييرات مستمرة الصدارة والمقدمة والتغيير اللي طرى وجرى مراسيل على الصدارة أحمد بن سعيد بن حلوة من يتابع مراسيل المركز الثاني المدينة خليفة بن سلطان بن رشيد والقادم أحلى غنت تتسلل مع المركز الثالث علي بن محمد بن عيف العامري يقدم غند مع المركز الثالث رابع الانطلاقات تأتي أيضا بهذا التقدم الغزيل للسلطان بن زايد بن عبد الله المزروع شعار ابو حميد ووجه قادمه مع المركز الخامس شعار عبد الله بن محمد بن عويضان العامري الشوط مثير ولكن مراسيل تبعث المراسيل والسلامات لهار الخوانيج احمد بن سعيد بن علي بن حلوه الاجتبي من يقدم مراسيل بهذا الانطلاق المتميز سلام للعويل سلام اسعدت صباحا مع هذا الانطلاق المتميز وهار الخوانيج ايضا مع هذا الانطلاق الجميل تهانينا لاحمد بن سعيد بن علي بن حلوه الاجتبي المركز الثاني تاتي بهذا الانطلاق ايضا غند علي بن محمد بن عيف المركز الثالث لخليفه بن سلطان بن رشيد المركز الرابع الغزي سلطان بن زايد بن حميد المزروعي ومع المركز الخامس وجن عبد الله بن محمد بن عويضان العامري هذه النتيجة للمراكز المتقدمة نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مراسيل إلى خط النهاية تأتي بتوقيت زمني مقداره هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية تهانينا لمالك مراسيل أحمد بن سعيد بن علي بن حلوة الاجتبي تأتي بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 47 ثانية بالوفاء والتمام سلام الخوانيج سلام مع الأداء المتميز اللي قدمته مراسيل في ختام هذه الأشواط الصباحية الجميلة والرائعة بينما اللي وصلت مع المركز الثاني وقدمت أيضا عرض متميز تأتي بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 49 ثانية 9 أجزاء من الثانية اللي هي غنت تهانينا لعلي بن محمد بن علي بن عيفة العامري بينما اللي وصلت مع المركز الثالث هذه لحظات وصول ثالث المراكز المركز الثالث تتقدم ايضا المدينه لخليفه بن سلطان بن رشيد السويد 12 دقيقه 51 ثانيه جزء واحد من الثانيه تهانينا والناموس للجميع تهانينا ايضا للجميع في هذه الاشواط الصباحيه والى ملخص سباق هذا الصباح مع الزميل حمد بضبيب الشامسي.